لا زالت موجودة. رجع السبحة يا. رجع عصاك هذه اللي أنت. الاستهتار وصلت فيه إلى مرحلة مخيفة جدا. يعني ما عمري شفت استهتار في نسخ ماضية مثل استهتاركم أنتم. ممكن نكون حنا السبب إن ما كنا معكم حازمين من البداية عشان ما نشوف الفوضى اللي شفناها للأسف الأيام الماضية، لا من ناحية العنصرية ولا التحزبات ولا الناس حاطينكم محتوى لهم. زوم ما أخذكم بالطول وبالعرض، وأنتم تجون للأسف توضحون أنكم غير متكاتفين وغير مهتمين، وهذا انعكاس عليكم أنتم. باقي عندك الأيام الافتراضية 7 أيام، ترى تدخل يوم 8 خلاص يجونك زملائك اللي برا وخلاص، ما عاد في زي الفرص اللي في 7 أيام الماضية. جاي تخرب على نفسك على آخر الأيام. حين العالم شغالين تصفيات وشغالين في البرنامج القادم، تبونهم ينصفونكم من أول أسبوع ثاني أسبوع؟ هي مشكلة هذه. لازم أحط لي بصمة وأحط لي أثر أنه ما يمحي. النسخة اللي بعدي أتعبها، مهو بسهل أنه يتم تجاوزي. مهو بأنا أفرح بس بجمهوري أسبوع أسبوعين وبعدها ينسفوني الناس، أرجع للأرقام الضعيفة. وأنتم مسؤولين عن نجاحكم يا أخي. أنت ما تركت أسرتك ولا تركت أهلك التي بتنجح، ما تبجي جاي تضيع وقت. لكن للأسف أنا ما أشوف فيكم جدية، خاصة في 7 أيام اللي متبقية لكم الحين. ما عاد في فرص للتعويض الحين. ممكن أقدر أعوض على 10 و15 و20، لكن 73 ما عاد عندي تعويض. لازم أني أرمي بكل أوراقي في هالـ7 أيام المتبقية عشان أقل شيء أكون في ذاكرة الناس. بكرة الشاشة هذه تبيونها 10 دقائق ما عاد تعطيك، خلاص تنتقل الفرصة إلى غيرك. أما مسألة أنكم صايرين محتوى للناس، هذا غلط، وهذا ضد فلان، وهذا يكره فلان، وهذا يسقط على فلان، وهذا ندري بالإسقاطات على الهواء، ولا هي مصالحكم. زميلك أنت وياه بتطلعون بكرة برا، ما راح يحترمك وانت ما احترمته في البرنامج، ولا راح تكون النسخة متماسكة وانتم كذا اسلوبكم امام الناس. انا ما احتاجك تحترمني بعدين في بيتك اذا انت ما احترمتني قدام الناس وامام الشاشات. تابعونا ملايين، فمن حقي عليك انا يا زميلك انك انت تقدمني للناس بشكل مشرف، انك تحترمني تقدرني. اذا شفتني متضايق تجلس معي. مسألة أن نبيع بعض على الهواء ونتجاوز على بعض وكل يبي يأخذ الأضواء، هذا غلط، ولا راح تطلعون فيه. ترى لا تتوقع أنك تطلع بشكل فردي، ما في نسخة طلعت بشكل فردي. يا تطلع المجموعة يا تسقط المجموعة. لذلك نقول نجاح نسخة فلانية وفي نسخة فلانية ما وفقت. ما نقول في شخص ولا شخصين هم نجحوا وذلك ما نجحوا، لا ما في. يا تنجح نسخة يا تنزل نسخة. وأنا أعرف أنه 70% من نجاح النسخة من الأشخاص الموجودين، لأنكم أنتم أصحاب الهوى. يعني الفقرة وش بتاخذ من الهوى؟ بتاخذ الساعة ساعة؟ كم تاخذ أنت من الساعات؟ طيب سجلوا معنا يا شباب العقوبات. أول شيء موضوع الغش علي بن لبدان وأيمن الظفيري